هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: أرجو من فضيلة الشيخ بيان وتوضيح هذا الحديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يقول: ما نوع النفي في هذا الحديث أيضا؟ نوع النفي أنه للنهي، يراد به النهي، يعني لا تتطيروا ولا تخافوا من العدوى أنها تنتقل إليكم من ذاتها وبنفسها، إنما الله هو الذي ينقلها، الذي أحدثها في الأول هو الذي ينقلها بالعدوى. فلا يكون عند الإنسان عقيدة جاهلية أن العدوى تحصل من نفسها بدون تقدير الله تدبيره سبحانه وتعالى، ليتوكل على الله ومع هذا يعمل الأسباب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، أو لا يورد مصح على ممرض. وقال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. الإنسان يتخذ الأسباب، وهذا ما يسمى بالوقاية، والوقاية خير من العلاج. وأمر صلى الله عليه وسلم إذا وقع الوباء في بلد أن لا يخرج منه أحد وأن لا يدخل عليه أحد، وهذا ما يسمى الآن بالحجر الصحي، قصد منه الوقاية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، أي على ما يعتقده الجاهلية. لا تعتقد العدوى على ما كانت الجاهلية تعتقده من أنها تنتقل بذاتها ومن نفسها بدون تقدير الله عز وجل. ولا طيرة، طيرة هي التشاؤم بالطيور، وهذا أيضا من أمور الجاهلية، هو شرك أن يعتقد أن حركات الطيور وتوجهات الطيور وأنواع الطيور أنه يسبب شيئا مما يكرهه الإنسان. الطيور ليس لها دخل في قضاء الله وقدره، ولا في جلب الخير ولا في دفع الشر، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. في الحديث: الطيرة شرك، الطيرة ما أمضاك أو ردك. الإنسان يعتمد على الله ويتوكل على الله ويستعين بالله عز وجل. ولا هامة، الهامة هي البومة، طائر يسمى بالهامة، سميه العامة بالبومة، وكانوا يتشاءمون بصوتها، يقولون: إذا وقعت على بيت أحد فإنه سيموت، وإذا سمع صوتها يقول: نعت إلي نفسي. هذا من اعتقاد الجاهلية. فهذا الطائر ليس له علاقة بالنفع والضر، إنما هو طائر كسائر الطيور. ولا صفر، الصفر هو كانوا يتشاءمون بشهر صفر، كانوا في الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر، وشهر صفر شهر من شهور الله عز وجل، شهور السنة كسائر الشهور، ليس فيه نحس ولا سعد ولا نفع ولا ضر، إنما هو مؤقت بقضاء الله وقدره كسائر الشهور. هذا فيه رد على أهل الجاهلية الذين يتشاءمون في شهر سفر أو صفر. ولا غول، الغول المراد به ما يتراءى للمسافر، ما يتراءى للمسافر من الأضواء التي أمامه يظنها ضوء، وإذا وصل لم يجد شيئا، ثم تبدو من مكان آخر وهكذا، هذه شياطين تتراءى له لتغويه وتضله عن الطريق. فعليه أن يذكر الله عز وجل فتذهب عنه بإذن الله. في الحديث: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الأذان ذكر لله، وذكر الله يطرد الشياطين. نعم.